نروح دلوقتي مع حضراتكم لجولة المحافظات، لأن معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت في محافظات الجمهورية المختلفة، منها ما حدث في محافظة الوادي الجديد تحديدا وتدشين معرض قريتي منتجة للمرة الثانية. نروح لمحافظة المنيا اللي تم فيها الانتهاء من تجهيز وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى ملاوي التخصصي في محافظة المنيا. أيضا من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت أمس في محافظات مصر، الإعلان عن تمويل 201 مشروع ضمن مبادرة أنظمة الري الحديث في المنوفية، وضخ الأرز المدعم لمعارض أهلا رمضان بسعر 15 جنيه للكيلو في دمياط. أخبار تانية كتير هنعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الوادي الجديد اللي أعلنت عن تنظيم معرض قريتي منتجة للمرة الثانية على التوالي، وبيضم المعرض العديد من المخبوزات والمنتجات البيئية ومعروضات ذات جودة عالية وأسعار في متناول الجميع تخفيفاً عن كاهل الأسرة المصرية. في الغربية تم تنفيذ أعمال رصف وتطوير محور شارع البحر بالمحلة الكبرى بتكلفة 74.55 مليون جنيه، وده لتحقيق السيولة المرورية وإضفاء لمسة جمالية في مدخل المدينة. في المنيا تم الانتهاء من تجهيز وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى ملاوي التخصصي، وده ضمن جهود المحافظة لتطوير منظومة القطاع الصحي والتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة الطبية. في المنوفية تم الإعلان عن تمويل 201 مشروع ضمن مبادرة أنظمة الري الحديث، وده منذ بداية العمل بالمشروع وحتى الآن بواقع 326 فدان. المنظومة دي بتعمل على تحقيق محاور التنمية الاستراتيجية للموارد المائية وترشيد استخدامها. في أسوان تم تنفيذ قوافل صحية مجانية بقرية غرب سهيل وعزبة النهضة بمنطقة كيمة بمركز أسوان، وقامت القوافل بتوقيع الكشف الطبي على 2795 مواطن، بالإضافة لتقديم خدمات الفحص والأشعة وصرف العلاج بالمجان. في بني سويف بيتم تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية، وحتى الآن تم الانتهاء من تبطين 661 كيلومتر بتكلفة 1.665 مليار جنيه. في الإسماعيلية أعلن جهاز تشغيل الشباب التابع للمحافظة بالاشتراك مع إحدى الشركات القومية عن توافر فرص عمل برواتب تبدأ من 4500 جنيه، وبتشمل مهندسين زراعيين من تخصصات البساتين والمحاصيل الزراعية و1000 عامل زراعي. في دمياط تم ضخ الرز الأبيض الفاخر بمعارض أهلا رمضان المنتشرة بمناطق مختلفة من المحافظة لبيعه بسعر 15 جنيه للكيلو. شاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا المستمرة معاكم لغاية الساعة 10 صباحا، استنونا.